بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة هكمل معاكم حل وشرح كتاب ميرسي الوحدة الرابعة الدرس الثاني، وهنبدأ دلوقتي بسؤال المواقف. رقم واحد، تي ديماند أتونامي، أنت تسأل صديق، لا ديكوراسيون دو سا شامبر، عن ديكور غرفته. Qu'est-ce que tu dis؟ ماذا تقول له؟ أقول له quel décoration tu mets؟ أي ديكور أنت تضعه؟ وأقول له كمان رقم بي، comment tu décores ta chambre؟ كيف تزين غرفتك؟ رقم اثنين، tu parles de la décoration de ta chambre؟ أنت تتحدث عن ديكور غرفتك. Qu'est-ce que tu dis؟ ماذا أنت تقول؟ أقول il y a une affiche، يوجد ملصق، إليا أن تبي، يوجد سجادة. الموقف الثالث، تون أمي تو ديمان، زميلك يسألك، لي ميبل دو تا شامبر، عن أساس غرفتك. كيسك إل دي، هو هيقول لك إيه؟ هيقول لك كيل ميبل إليا، أي الأساس يوجد. ويقول لك أفيك كوا تي ميبل تا شامبر، بأي شيء أنت تؤسس أو تفرش غرفتك. ثلاثة أو أربعة بقى، تي أنديك، أنت تذكر، لي ميبل الأساس، دون تا شامبر اللي في أوضتك. كيسكي تو دي، هتقول إليا إن أرموار، يوجد دولاب. كمان إليا إن تابل دو شوفي، اللي هي رقم إي، يعني يوجد كوميدينو. خمسة، تي أنديك لي موتيف، أنت تذكر النقوش، دي ريدو اللي على الستاير. كيس كي تو دي، أقول إل سون أبوا، إنهم منقطين. إل سون أفلير، الستاير مشجرة. الموقف السادس، تي ديماند عن أمي، أنت تسأل صديق، سوكو، ماذا إل أشيت، هو يشتري بور ديكوري سا شامبر، لكي يزين غرفته. إل دي كوا، هيقول إيه؟ هيقول جي أشيت أنت بي، أنا أشتري سجادة. ويقول كمان الأولى، جي أشيت أن بيرو، أشتري مكتب، لأ جي أشيت أن تابلو، اللي هي رقم بي. رقم سبعة، تي ميبل لو صالون دو لابارتيمون، أنت تفرش بالأساس صالون الشقة. كيس كي تو دي، هتقول إيه؟ الصالون، هجيب له جي أشيت أن كنبي، اللي هي رقم بي. ورقم إي، جي أشيت دي فوتي، بشتري كراسي أنتري، اللي هي بمساند. ثمانية، تون أمي تو ديماند، زميلك يسألك، أو تي مي لو كنبي، أين تضع الكنبة؟ كيس كي تو دي، أقول دون لا شامبر أكوشي، دي رقم سي، وكمان دون لا سال دو سيجور، ما ينفعش في المطبخ ولا قاعة الطعام ولا الحمام. تسعة، تي أدمير، أنت معجب، لا شامبر دو تون أمي، بغرفة صديق. كيس كي تو دي، أقول سي شويت، إنها رائعة، وسي سوبر، إنها برضو جميلة ورائعة. عشرة، تي أنديك لا ديسبوزيسيون، أنت تحدد مكان السرير دون لا شامبر في الغرفة. كيس كي تو دي، ماذا تقول؟ أقول إيه؟ إلي ديفان لارموار، إنه أمام الدولاب. إلي سو لا فينيتر، إنه تحت الشباك. 11، تي أنديك، أنت تذكر، تي بريفيرانس، الأشياء التي تفضلها. كيس كي تو دي، هيقول جيم بوكو لو ميوزي، هنا جي بريفير لو تياتر. بناخد رقم بي ورقم سي. 12، تي أنديك، أنت تذكر، بوركوا، تي بريفير لشيان، لماذا تفضل الكلاب؟ كيس كي تو دي، أقول إل سون جانتي، إنهم لطاف، إل سون إنتليجون، إنهم أذكياء. 13، تي كومبار دو زانيمو، أنت تقارن حيوانين. كيس كي تو دي، رقم أ لو شيفال إي بلو رابيد كو ليليفان، الحصان أكثر سرعة من الفيل. لو شا إي أوسي جونتي كو لو شيان، القط أيضا جميل
مثل الكلب. 14 تي في ان كومباراسيون، انت تقوم بمقارنه. انتر دول يو بين مكانين، دول وزير لوقت الفراغ. كيس كو تو دي؟ اقول لو سيرك اي بلو اميوزانت كو لو تياتر، السيرك اكثر تسليه من المسرح. ورقم اي الاخيره لو ميوزي اي او سي انتريسانت كو لو تياتر، المتحف يكون شيق مثل الايه المسرح. يبقى رقم اي. 15 تي بور ان اوبينيون، انت مع راي. كيس كو تو دي؟ هتقول ايه بقى؟ جي سوي بور سيت اوبينيون، انا مع هذا الراي. وجاكسبت تون ايدي، انا اقبل فكرتك. 16 تي كونتر ان ايدي، انت ضد فكره. كيس كو تو دي؟ هتقول ايه؟ سوني بافري، هذا ليس حقيقي. جي ناكسبت با، انا لا اقبل، اللي هي رقم سي. 17 الان اي توم سون لي بروميير او ليسي، الان وتوم هم الاوائل في المدرسه. كيس كو تو دي؟ اقول ايه؟ الان ام 1 اقل سيريو نشاطا، لا الان اي او سي سيريو كي توم، اللي هي رقم بي. واقول كمان الان اي او سي انتليجنت كي توم، اللي هي رقم اي. 18 تي انفنت ان كومباراسيون، انت بتعمل مقارنه. انتر دو ديكوراسيون، بين جزئين من الديكور. كيس كو تو دي؟ اقول لا لامب اي او سي اوريجينال كو لوغلوج، اللي هي الاولى. لو ريدو الستاره اي بلو جولي كو لو تابي، تكون اكثر جمالا من السجاده، رقم بي. اي حاجه ثانيه ما تمشيش. 19 تي انديك، انت تذكر. لليو دو بيرو، مكان المكتب. دون لا شامبر، في الغرفه. كيس كي تو دي؟ اقول الي ديفان لولي، اللي رقم بي، انه امام السرير. رقم اي الي سو لافينتر، انه تحت الشباك. الموقف العشرين تي انديك، انت تذكر. سيكليا، ماذا يوجد. دون لا سال امانجي، في قاعه الطعام. كيس كي تو دي؟ في قاعة الطعام، أو هنا إن تابل، مائدة، دي شيز وكراسي. مواقف الأزهر، اختيار واحد. تي ديماند أتون أمي سون أوبينيون سيغ تا شامبر، أنت تسأل صديق عن رأيه في غرفتك. تو دي، أقول له كيسكي تي إن بونس، ما رأيك فيها. اثنين تي ديماند أتون أمي، أنت تسأل صديق. بوركوا إل بريفير لوشيان، لماذا هو يفضل الكلب؟ ال دي، هيقول بارسكو الي انتليجنت، لانه ذكي. 3 تي ديماند اتون امي، انت تسال صديق. لي ميبل عن الاساس، دون سا شامبر، اللي بقطه. ال دي، هو يقول ان لي ان ارموار، يعني سرير ودولاب. 4 تون أمي تو ديماند، صديق بيسألك. أو أين تيمي لا لامب، أين تضع اللمبة أو الأباجورة. تو دي، أقول سيور لا تابل دو شيفي، على الكومودينو. 5 تي ديماند أتون أمي سون أنيمال بريفيري، تسأل صديق عن حيوانه المفضل. ال دي، هو يقول جي بريفير لوشيان، أفضل الكلب. 6 تا شامبر اي ان ديزوردر، غرفتك غير منظمه. تو دي، اقول ايه؟ ها، غير منظمه. اقول لي ليفر سون سور ليتاجير، لو سي دي سون بارتو، يبقى الاولى، الاسطوانات في كل مكان، يبقى ناخد رقم ا. 7 تون امي تو ديماند، زميلك يسالك. افيك كوا تي ديكور تا شامبر، باي شيء تزين غرفتك. تو دي، اقول له افيك دي ريدو، بستائر. 8 تي ديماند اتونامي لا كولير دو سا شامبر، تسال صديق عن لون غرفته. هو يقول لك الي ان روز، يعني لونها وردي، واون دي بياتي بعدها اللون السائد بتاع الغرفه كلها. 9
تي ديماند اتونامي انت تسال صديق سا ديكوراسيون بريفيري عن الزينه او الزخرفه المفضله لديه. ال دي هو يقول لك جي بريفير لي ريدو بفضل الستاير. 10 تون امي تو ديماند زميلك يسالك لي ميبل عن الاساس دون تا شامبر في غرفتك. تو دي اقول له ايه؟ اليا قال لي يوجد سرير. نيجي نتنقل بعد كده على سؤال القواعد. شوازي لا ريبونس كوريكت. 1 تي كوا عايز بالي بريفيري مع التي انا هاخد رقم سي. 2 لي شا القطط او سي انتليجانت كو لي شيان ايضا ذكيه مثل الكلاب يبقى انا هاخد فيرب اتر سون. 3 كلميبل ما الاساس تي بارون لوالديك دول طبعا بتساوي ال افيك اس اذا ناخد الاولى اشيت. 4 جون اي موا اي اسم زائد موا بيساوي نو نحن في الحاله دي هنختار رقم سي بريفيرون لو سينما. 5 ريديج انتكست يعني اكتب نص او حرر نص بور بورديا ياتي بعدها الفعل في المصدر انا اخد ديكرير رقم سي تاشامبر. 6 نو نحن اون اون دي طبعا بتساوي الضمير ال اذا ناخد الاولى بريفير لي رومان بوليسيير يعني نحن نفضل الروايات البوليسيه. 7 جولي اي توا اي اسم زائد توا بتساوي فو اذا ناخد لها رقم بي بريفيري لي ماكيت دافيون. 8 منى وفي بعدها كوما يبقى امر مع التي يبقى ناخد رانج الاخيره تي فيتمون دون لارموار. 9 مي زنفان وفي كوما يبقى هنا امر للجمع الامر مع الجمع يبقى مع فو اذا هنختار رقم دي نيتوايي فو شامبر نظفوا غرفكم. 10 اوفر لابينيت افتح الشباك نو زافون شو نحن حرانين يبقى انا عندي كلمه شو وفروا وفام وسواف وبير بيادوا قبلهم فيرب افوار. المجموعه الثانيه شوازي لا ريبونس كوريكت. 1 جيم لامير احب البحر لا مونتاني هنا دي المفروض تبقى لا والجبل لامير والبحر اذا هنا لامير البحر طالما بيحبهم الاثنين يبقى او سي. او سي انتريسانت كو لا كامبانيا المفروض تبقى مونتاني. 2 جونيم با سيد فيست انا لا احب هذا الجاكيت. إلي جولي كو لا شيميز طالما ما يحبوش يبقى أقل جمالا من القميص يبقى ناخد موان. 3 منى إي ندى سون لي بروميير دون لا كورس أبيض يكون الأوائل في سباق الجري. إذا ندى إي أو سي ربيض تكون أيضا سريعة كو منى مثل منى. 4 لاجيب إي موان إليغانت هنا في المقارنة باخد كي لأن باخد صفة هنا موان صفة كي. 5 جي بريفير لي شيان أفضل الكلاب باسكو إل سون نو أجونتي كي لي أمستر ماستر دي اللي هي القوارض يبقى هنا في المقارنة ناخد بلو لأن بيفضل الكلاب يبقى هم يكونوا أكثر لطفا من القوارض. 6 انجيب وفي كوما بلو إليغانت كي ان جينز هنا نلاقي الصفة مفرد يبقى ناخد رقم دي سي لأن سي دي يأتي بعدها صفة مفرد مذكر. 7 لي رومان نقط و سي انتريسانت لا برضو الصفة مفرد مذكر يبقى برضو ناخد سي الأولى يبقى احنا بناخد لما يكون قبل سي كوما وبناخد بعدها صفة مفرد مذكر وما ناخدش حتى لو كان الفعل اللي قبلها مؤنث أو جمع. 8 جان في دو وان ان متر كاتريفان يعني جان مقاسه أو طوله متر وثمانين اي بيير او سي وبيير كذلك يبقى جون اي او سي جراند كو بيير يبقى يكون طويل أيضا مثل بيير. 9
جي بريفير لا تابلت، انا بفضل التابلت. بارسكو هنا التابلت مفرد مؤنث، يبقى بارسكو هنقول ال اي بلو جراند بلو براتيك كو لورديناتير، يعني يكون عملي اكثر من الكمبيوتر. 10 لا فامي سي او سي، قلنا سي بيعطي بعضها صفه مفرد مذكر، بناخد الاولى. المجموعه الثالثه ليز ايتاجير الارفف دومون فرير سون، هنا ناخد فيرت اللي هي رقم سي. 2 ارموار اي اومبوا الدولاب مفرد مؤنث، ناخد لها رقم سي. 6 جان اكرش يعلق دو نقط تابلو، تابلو جمع مذكر، ناخد صفه جمع مذكر يبقى ناخد نوفو. 4 ليشا القطط سون تري، هناخد جانتي الاخيره لان القطط جمع مذكر. 5 ان موتو موتوسيكل ام 1 شير، لان الموتوسيكل مفرد مؤنث ناخد الصفه اللي هي تتبعه. كو ان فواتير يعني اقل غلاء من العربيه. 6 ان موتو سي موان بناخد الصفه المذكر بقى، ليه؟ لان هنا سي وقبلها كوما. ليريدو الستاير دو لا شامبر تاع الغرفه سون، ستاير جمع مذكر يبقى ناخد اوريجينو. 8 لافيش هنا في كوما سي عايز بعدها صفه مفرد مذكر يبقى ناخد لها بو. 9 ليتروار الادراج دو بيري سون، ناخد الاخيره لان الادراج جمع مذكر. 10 ليتروار دو بيري سون اون، عندنا اون لو جه بعدها لون يبقى مفرد مذكر لانه يبقى اللون السائد يبقى بلو. المجموعه الرابعه 1 ليريدو الستاير سون نقط السون اون فيلور، انهم من القطيفه يبقى ان كوا من اي شيء تصنع الستائر. بنيجي بعد كده 2 نقط تيرانج لي روب اللي جابها دون لاجارد روب في دولاب الملابس يبقى او الاولى. 3 تي بريفير لي شا اللي جابها بارسكو، طالما هنا بارسكو يبقى اخد بوركوا، لماذا تفضل القطط؟ بارسكو السون جونتي. 4 تي بارتاج تا شامبر اللي جابها افيك مونفرير مع اخويا يبقى افيك كي. 5 افيش تي فيجز سور لو مير يبقى ناخد رقم سي لان افيش جمع مؤنث. 6 سون لي ميبل دو صالون، كلمه ميبل اللي هي الايه الاساس، كلمه ميبل دي جمع مذكر يبقى ناخد رقم بي. رقم 7 اي لا شين هي في شين دي يعني المسلسل او سي تري اوريجينال يبقى ناخد كلمة كومون. هنا رقم 8 تي ام سيت ماكت هل تحب هذا المجسم؟ نقط سي سوبير يبقى وي نعم. 9 تي بريفير لو مستر نقط جي بريفير لو شا يبقى هناخد نو. 10 لي اليا دون تا شامبر اللي جابها دو لي سريرين يبقى كم عدد كومبيان دو. المجموعه الخمسه 1 جي في اش تي ارموار الدولاب مفرد مؤنث ناخد لها 6. 2 ليشيز الكراسي سون ناخد اورانج، تمشي مذكر ومؤنث جامع مذكر ومؤنث والكراسي طبعا مؤنث. 3 توم اي سي بارونت دي ميبل بور لو صالون يشترون يبقى رقم بي لان دولي بيساوي ال. 4 ليز ايتاجير نوار سون بلو نقط كو لي فيرت يبقى ناخد جولي لان ايتاجير الارفف جمع مؤنث. رقم 5 ال بريفير مانجي كانتين يبقى الا كانتين. 6 لارموار اي اغوش دولي، خدنا دولي لان السرير مفرد مذكر. 7 لي شوسير الاحذيه كما سي او سي ناخد صفه مذكر اليجانت كو لي صندل. 8
سيتين بون ايدي، انها فكره جميله. جي سوي بور تون ايدي، انا مع فكرتك. 9 جي شوازي لي ريدو، انا بختار الستائر. بارسكو سون سوبر، لان الستائر دي جمع مذكر يبقى اخد لها رقم سي لانهم رائعين. رقم 10 ليفر اليا سور ليتاجير، يبقى كومبيان دو ليفر، كم عدد الكتب. المجموعة الست. 1 جادور لو موديل نوار، انا احب كثيرا النموذج الاسود. الي نو جولي كو لو بلو، طالما بيحب الحاجة دي يبقى بلو، انها اكثر جمالا من الازرق. 2 جي في اشيتي ماكيت دافيون، ماكيت مفرد مؤنث، ناخد لها سي. 3 ليز امستر نقط موان انتليجانت، إن الصفة مفرد مذكر بناخد رقم دي سي. ليز امستر نقط موان انتليجانت كو لي شا، طبعا هناخد الاولى اللي هي السون، هم اقل ذكاء من القطط. 5 لا موتو الموتوسيكل، ام 1 نقط كو لافيون، موان ايه شير، لان هنا موتوسيكل اقل غلاء من الطياره. 6 جينيفي با اوليسي جي سوي مالاد، يبقى بارسكو لانني مريض. 7 لافيش اي سوبر جي في فيكزي دون لو صالون، انا علقه في الصالون، يبقى ناخد لا لان افيش جمع مفرد مؤنث. 8 كو نقط تيبارون، تيبارون دي بتساوي ال افيك اس، يبقى ناخد رقم دي. 9 ميزامي يا اصدقائي جي بروبوز دو سورتير، اقترح عليكم الخروج. 10 دومان سوار ده مستقبل قريب، دانييل فا ديكوري سوف يزين غرفته. 7 رقم 1 في المجموعة السبعة نو اون بتساوي الضمير ال، بناخد رقم سي بريفير ليشيان. 2 دونزين اير بعد ساعة مستقبل قريب، تي فا هنا هناخد تي فا، هناخد رقم بي لأن فيها لزو ضميرين بيبقى قبل تي ودي تيجي مع التي، يبقى تي فا تي ديكوري الدوشي، يبقى عندنا ضمير المفعول بيتبع الفاعل، يعني لما يبقى جي ناخد مي، لما يبقى تي ناخد تي، لما يبقى نو ناخد نو إلى آخره، زائد مصدر طبعا. 3 كومبيان نقط لي، يبقى كومبيان دو يأتي بعدها دي إي أو دي أبوستروف. 4 لي ميبل الأساس دو لا ميزون سون جولي اللي هي رقم بي. في عندي رقم 5 لو تون الطقس يكون في رواد اون ايفير كي اون ايتي، عايز اقول هنا في المقارنة يبقى بلو، يعني اكثر برودة في الشتاء من الصيف. رقم 6 دون ما شامبر في غرفتي جيني فيكس با دو ريدو، عشان بيقابلها نفي. بعد كده رقم 7 اي تا شامبر، الاجابه الي رانجي، يبقى كومون رقم بي. 8 ال ايميناج دونزان نوت ايميبل، ايميبل عماره مفرد مذكر بادي بحرف متحرك، ناخد لها نوفيل. رقم 9 كو نوت تيبارونت، يبقى ناخد الاولى ماذا يفعل والديك. 10 لي ايتاجير جي فو ايتاجير رفع مفرد مؤنث، يبقى ناخد لا فيكزي دون ما شامبر. المجموعة الثامنة لو بيرو اي نقط لولي اي لارموار، يبقى بين انتر. 2 لامير سي بلو، عايز صفة مفرد مذكر، ناخد لها الأولى. 3 لي كوربي ابابيير سون، طبعا دي جمع مؤنث، ناخد لها فيرت. لي شامبر سون بيان دي كوري رقم بي لأن جمع مؤنث برضو. رقم 5 مدام جي نقط التون دي ديفان لوبارك، انتظر حضرتك للاحترام رقم دي. 6 لوبيري المكتب اي امبوا من الخشب، جي نقط مي دون هنا مي سو لا في نت، يبقى ناخد لي الاولى لان المكتب مفرد مذكر. 7 بيان تي بروفيسير، طالما هنا تي صفه ملكيه للتي اخد الامر مع التي باي كوت. رقم 8 لي بي دي بلو سيمبا
que les Romains. يبقى نقول ils sont. لأن اللي بيدي هنا طبعا دي ايه جمع مؤنث. رقم 9 ماري اي ساسير نقط لي شا ماري واختها. يبقى ناخد بريفير اللي هي رقم سي. رقم 10 ميبل تي فا اشي تي دي جمع مؤنث بناخدها الأخيرة. المجموعة 9 رقم 1 دون لو صالون اليا دي فوتي هناخد جمع المذكر هي رقم بي. رقم 2 كي بتساوي الضمير ال اذا ناخد الفعل المصارع مع ال يبقى ناخد الاخيره. رقم 3 كي نقط تي باروند يبقى ناخد الاولى. 4 لام بمفرد مؤنث ناخد لها رقم بي. 5 لي شيان الكلاب سي بلو هنا طالما سي بلو عايز صفه مفرد مذكر يبقى ناخد الاخيره. رقم 6 دومان غدا اون فا دي كوري الاولى شان اون بتساوي ال. 7 ليمير الحوائط دو ما شامبر سون كولوري اللي هي رقم سي. 8 لا تابلت اي نقط كي لورديناتير هناخد احسن اللي هي ميير لان تابلت مفرد مؤنث. تا شامبر ها الي نقط الي جراند يبقى كومون. رقم 10 جي في الي الامير بندان لي فاكانس اثناء الاجازه. المجموعه الاخيره اللي هي العشرة دومان اون فا فير دو سكي خدنا دو ليه لان سكي مفرد مذكر. 2 اوجوردوي لي تون اي فيروا الطقس يكون بارد. 3 سون لي سيزون دو لاني سيزون جامع مؤنث ناخد لها رقم سي. 4 مونامي فيان دو فرانس الاولى لان فرنسا اسم دوله مؤنث. 5 لي بيتون المشاه مارش سور على الرصيف. 6 تود دروات افيك تون فيلو هنا تون صفه ملكيه للتي يبقى عايز امري مع التي بناخد سي. 7 اون جانفيي في يناير لي مونتاني سون اون عايز لون مذكر يبقى بلان يعني الجبال مكسوه باللون الابيض يبقى بعد اون ياتي بعدها صفه لون مذكر ومفرد. 8 لا ناتير اي سوبير نو برانتون يبقى او برانتون في الربيع. جيني كون ني با سيت ادريس انا لا اعرف هذا العنوان العنوان مفرد مؤنث. لي كارتيير دو لافيل سون هنا الاحياء جمع مذكر يبقى ناخد الاولى. سالي سالي كومون اي تا شامبر طبعا ده الايميل الاول كيف تكون غرفتك. ما شامبر اي جراند غرفتي كبيره. كيل ميبل ايه الاساس اليا دون تا شامبر اللي في اوضتك. اول دون ما شامبر اليا ان لي اي ان ارموار يوجد سرير ودولاب. تشاو الايميل الثاني بونجور كيل ديكوراسيون اي ديكور تيمي تضعه دون تا شامبر. دون ما شامبر اليا دي ريدو دي تابلو يوجد لوحات اي انت بي وسجاده. كومبيان دو لي اليا كم سرير اليا دو لي سريرين. اوريفوار. الايميل الثالث بونسوار بونسوار كيل انيمال بريفيرتي اي حيوان تفضل. جي بريفير لو شيان افضل الكلب. بوركوا لماذا كار الي انتليجون لانه ذكي. ابلس. الموضوع ديكريتا شامبر اوصف الغرفه بتاعتك واذكر الاساس والديكور. ما شامبر اي جراند غرفتي كبيره اي بيان رانجي ومرتبه بشكل جيد. اليوغان لي يوجد سرير ان ارموار ودولاب اي انتبي وسجاده. الموضوع الاخير بوركوا تي بريفير لماذا تفضل البحر الكلاب والسينما. دون ديز اكسبليكاسيون اعطي شرح. جي بريفير لامير افضل البحر. كار جيم لا ناتاسيون لانني احب السباحه. لي شيان سون بلو انتليجانت يعني الكلاب تكون اكثر ذكاء هنا نزود لها اس. كو لي شا من القطط. لو سينما اي انتريسانت. وبكده اعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي انتهينا من حل المواقف وقواعد الدرس التالي من الوحده الرابعه. استنونا الفيديو القادم ان شاء الله
ما تنسوش الاشتراك ودعم القناة بلايك وشير حتى تستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.